الجو تحفة النهاردة. أهلا يا فندم. شكلك صاحي من بدري ولا ما نمتش من امبارح؟ مش متعود أنام في البحر ساعتك. أمال متعود تنام فين؟ نعم. مالك اتلخبطت وتخضيت كده؟ قولي. أموريني. نمت مع ريهام ولا لسه؟ انت مستغرب علشان السؤال ولا علشان انا نشنت صح؟ قولي ما تخافش، مش هقوله. مدام ريهام ست شريفة مش زي ناس. شريفة؟ ضحكتني. لا ولسه هتضحك اكتر لما تعرفي التقيلة. انا كمان محترم. طبعا، ما هو لازم تكون محترم زيها. هو في واحد محترم يا استاذ بيعمل علاقة مع واحدة متجوزة؟ قصدي شريفة. مش لما تبقى حقيقة مش تهيؤات في دماغ تعبانة. تفتكر اللي يقرأ المكتوب يغلب في الموجود فعلا؟ ولا انت عشان بتحبها مش طايق عليها كلمة؟ وانا ياخد معاكي في اعراض واحدة شريفة مخلصة لجوزها اللي انت خدتيه منها، يا اما ابقى على علاقة بيها وبحبها. والله معاك حق، اصلي نسيت ان ريهام ملك بجناحين. على فكرة انا مش مكتوب على صدري توكيل ريهام هانم، ولا انا من بقية اهلها، ولو محتارة فيها قوي كده يعني اسألي الراجل اللي جاي في ضهري ده في ساعة صفا عنها، وهو أكيد هينهار قصاد الأنوصة اللي بتفض قصادي دي. وما طلبتش من سالم بيه يعلمك ليه؟ علمه إيه بالظبط؟ الصيد. أصلي أول مرة بشوف راجل في الغردقة ملوش في الصيد. أصله مستجد، بكرة يتعلم.